السلام عليكم. وقف وزير الأشغال العمومية على مشروع خط السكك الحديدية اللي يربط مدينة وهران بمدينة مستغانم، انطلاقا من نقطة سيدي مفسوخ إذن بولاية وهران، واللي الخط هذا تاع السكك الحديدية الساحلي اللي يربط مدينة إذا مستغانم بمدينة وهران، وكذلك يربط ميناء مستغانم بميناء وهران ويربطهم بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية. إذا هذا الخط نتاع سيدي مفسوخ مستغانم، يعني الأشغال راهي حوالي 75% يعني المشروع يعني انطلق عندي حوالي عامين، الآن راه في المراحل الأخيرة. كان بحال زيارة وزير الأشغال العمومية سيد الخضر رخروخ إذا في بحر الأسبوع هذا. أترككم تتابعون والسلام عليكم. Thank you.